بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناخد النهاردة ريفيجن نمبر 2 في رينال سيستم، يورينري بلادر واليوريثرا والديفلوبمنت بتاعهم هما الاثنين. دي صورة اليورينري بلادر. اليورينري بلادر ليها 4 انجلز، 4 سيرفيسز، دي الايبكس، 2 بوسترو سوبيريور انجل والنك، يبقى 4 انجلز وكل واحد اتاتش ليو. الابيكس اتاتش لليوريكاس بيبقى اسمه ميديان امبليكال ليجمنت. البوسترو سوبيريور انجلز اتاتش ليها اليوريتارز، وفاينالي النك اتاتش ليها اليوريثرا، كلهم بادئين بحرف اليو. عندي 4 سيرفيسز، سوبيريور سيرفيس، 2 انفيرو لاترال، ده واحد والتاني مش باين، واللي موجود ورا اسمه البوستيريور سيرفيس او البيز او الفانوس. يا ترى ما هي الريليشنز بتاعت superior surface في الميل coils of ileum sigmoid colon؟ ادي اليورينري بلادر وده superior surface يا ولاد. في الفيميل دايركت ريليتد لليوترس with pouch in between اسمه يترو فازيكال pouch، يبقى superior surface في الفيميل ريليتد لليوترس with pouch in between اسمه يترو فازيكال pouch. In male covered with peritoneum related to the coils of intestinal sigmoid colon. The posterior surface أو البيز ده يا ولاد في الميل بيبقى covered بالبريتونيوم بتاع الريكتو فازيكال باوتش اللي هو ده، وده فصله عن الريكتم. اللور بارت بتبقى related للامبولا اوف فاس والسيمينال فيزيكال. يبقى الابر بارت في الميل البوستيريور او البيز بيبقى related للريكتو فازيكال باوتش، وده فصله عن الريكتم. اللور بارت بيبقى ريليتد للسيمينال فيزيكال والامبولا اوف فاس. اما في الفيميل البيز او البوستيريور سيرفيس اللي هو ده يا اولاد بيبقى دايركت ريليتد للفاجينا. لو جاي ببص على الانتيرير اوف يورينري بلادر لازم نعرف حاجتين. الحاجه الاولانيه الترايجون. ايه الترايجون ده؟ كورسبوندنج للبيز، يعني البيز من بره كورسبوندنج ده الترايجون من جوه. الترايجون ده يا ولاد very rich in nerve supply, very rich in blood supply، وعشان كده تلاقي الكالوريشن بتاعته pink. بلاقي ان اليورينري بلادر من جوه يا ولاد بتبقى irregular، في rugosities موجوده، لكن الحته اللي سموث هي الحته بتاعت الترايجون. ليه؟ لان الميوكس ميمبرين بتبقى adherent to the muscle. يبقى الترايجون بلاقي سموث، very rich in nerve supply، very rich in blood supply. ما هو الترايجون؟ corresponding to the base. لو نزلنا لتحت الاقي في حته موجوده على الترايجون اسمها يوفيلا فازايكي. يوفيلا فازايكي الاليفيشن ده موجود above الاوبننج بتاع اليوريثرا اللي اسمها internal urethral meatus. الاليفيشن ده بيبقى في الميل produced بالميديان لوب اوف ذا بروستيت. طبعا هو مش موجود في الفيميل يا اولاد، يعني يبقى لما بيحصل سنايل انلارجمنت اوف ذا بروستيت الاقي اليوفيلا فازايك دي بتبقى مور بروميننت، وبتبقى في ديفيكالتي في الميكتيوريشن في الميل. البلاس سبلاي بتاع اليورينر بلادر كان جاي من الانتيرير ديفيجن اوف انترنال اليك ارتري. الانتيرير ديفيجن اوف انترنال اليك ارتري اداني برانشين، واحد اسمه اوبليتريتد امبليكال ارتري اللي هو كان الامبليكال ارتري في الجنين، وحصل له اوبليتريشن وتحول لليجامنت. الليجامنت ده ناس يسموه ميديال امبليكال ليجامنت، ناس يسموه لاترال امبليكال ليجامنت، ده مش موضوعنا. لكن البروكسيمال بارت لا يزال في دم وبيطلع برانشز اسمهم سوبيريور فازايكال ارتريز. يبقى السوبيريور فازايكال ارتريز دول بعدها يبقى عددهم من 2 لـ 3 طالعين من الاوبليتريتد امبليكال ارتري. اما في دايركت برانش كان طالع من الانتيريور ديفيجن اوف انترنال اليك ارتري اسمه انفيريور فازيكال ارتري. يبقى عندي سوبر فازيكال ارتريز من 2 ل 3، عندي انفيريور فازيكال ارتري واحد، السوبر فازيكال ارتري طالعين من الاوبليتريتد امبليكال ارتري، اما الانفيريور فازيكال ارتري ده دايركت برانش من الانتيريور ديفيجن اوف انترنال اليك ارتري. الفينس درينج اسمها فازيكال فينس بلكسس، which finally drains into internal iliac vein. Lymphatic drainage, the upper part بتصب في ال external iliac lymph nodes. دي اسمها يا ولاد external iliac lymph nodes. أما ال lower part بتصب في ال internal iliac lymph nodes اللي هي دي. من عندي ال upper part في ال external iliac lymph nodes وال lower part بتاع ال bladder في ال internal iliac lymph nodes.
في ليجامنتس ريليتد للبلاتر من الايبكس كان طالع الميديان امبليكال ليجامنت. خدوا بالكم من الميديان امبليكال ليجامنت ده اللي كان اسمه تاني يوريكاس. على الجنبين عندي ميديال امبليكال ليجامنتس، يبقى اللي في الوسط ده كان اسمه ميديان بتاع الامبليكاس. دول اسمهم ميديال امبليكال ليجامنت اللي هم الاوبليتريتد امبليكال ارترز. بعض الناس يسموه لاترال امبليكال ليجامنتس وبعض الناس يسموه ميديال امبليكال ليجامنت. ما علينا، يبقى عندي ميديان امبليكال ليجامنت ده كان جاي من اليوريكاس، ميديال امبليكال ليجامنت دول اوبليتريتد امبليكال ارتري، وعندي في ليجامنتس موجوده لتحت اسمها بيوبو فازيكال او بيوبو بروستاتيك. في الميل يبقى اسمها بيوبو بروستاتيك يا اولاد، في الفيميل بيوبو فازيكال طالعه من الباك او بيوبيك بون، في الميل بتوصل لغايه البروستيت يبقى اسمها بيوبو بروستاتيك، في الفيميل بتوصل لغايه النك of urinary bladder يبقى اسمها بيوبو فازايكل، يبقى بيوبو فازايكل او بيوبو بروستاتيك. النيرف سبلاي عندي الباراسمباثيك، وده اهم من السمباثيك. الباراسمباثيك اس 2 3 4 ودي بتوصل لليورينري بلادر عن طريق نيرف اسمه بلفيك سبلانكنيك نيرف. الباراسمباثيك يا اولاد 1973 يعني 3 7 9 10 اس 2 3 4 S2 3 4 بيعملوا نيرف اسمه بلفيك سبلانكنيك نيرف بيوصل لغايه اليورين بلادر. مهمته يعمل كونتراكشن للوول الماسلز اللي اسمها ديتروزس ماسل وريلاكسيشن للسفنكتر. كونتراكشن للماسل وريلاكسيشن للسفنكتر. السمباثيك يا اولاد فروم تي 10 اب تو ال 2 والاكشن بتاعها داوتد. يعني الناس بيقولوا والكلام ده مش يعني دوكيومنتد ان بتعمل عكس الاكشن بتاع الباراسمباثيك، ريلاكسيشن للبلادر وكونتراكشن للسفنكتر، بالاضافه ان بتشيل السنسيشن. ان شورت يا اولاد يبقى الاهم هو الباراسمباثيك البلفيك سبلانكنيك نيرف اس 2 3 4. تعالوا نحل مع بعضينا بعض الام سي كيو. سيفرال دايز افتر A 34-year-old woman was admitted to the hospital after her automobile collided with lamppost. Her urinary bladder gives evidence of paralysis. يبقى أنا عندي automobile injury، كويس، حادثة عربية، وعندي evidence of paralysis of urinary bladder. A CT scan reveals multiple fractures of her pelvis. With significant pelvic hematoma, either of which could have interrupted or injured nerve supplying the organ. يبقى احنا بنتكلم على nerve supplying the urinary bladder. يبقى خلاص يبقى pelvic splanchnic nerve. Pelvic splanchnic nerve هو nerve supplying the urinary bladder اللي هو S2, 3, 4. عندنا بعد كده اليوريثرا، الميل يوريثرا أربعة أجزاء: pre-prostatic, prostatic, وممبرينس وسبونج يوريثرا. البري بروستاتيك يا اولاد بتتميز بوجود سفنكتر اسمها انترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر فازايكي. اما الاكسترنال يوريثرال، اما الممبرينس يوريثرا اللي هو الجزء ده بيتميز بوجود حاجتين: سفنكتر اسمها اكسترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر يوريثري. يبقى خدوا بالكم البري بروستاتيك بيتميز بوجود عضله اسمها انترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر فازايكي، اما الممبرينس يتميز بوجود عضله ثانيه اسمها اكسترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر يوريثري، وفي جلانس موجوده اسمها بالب يوريثرال جلانس او كوبرز جلانس، رغم انها موجوده على جانبي الممبرينس يوريثرا بس بتفتح في الاسبونجي او بيناي يوريثرا. الاسبونج او البينايل يوريثرا يا اولاد بيتميز بوجود تو دايلاتيشن، اول واحده موجوده في البالب بيطلقوا عليها كلمه انترا بالبر فوسا، والثانيه موجوده في الجلانز اللي هو ده بيسموها نافيكولار فوسا. يبقى البري بروستاتيك بتتميز بوجود الانترنال يوريثرا سفنكتر، الممبرينس بتتميز بوجود حاجتين اكسترنال يوريثرا سفنكتر والبالب يوريثرا جلاند او الكوبر جلاند. البينايل او اسبونج يوريثرا بتتميز بوجود حاجتين: دايلاتيشن في بدايتها ودايلاتيشن في نهايتها. الدايلاتيشن الموجود في بدايتها بيطلق عليها كلمه انترا بالبر فوسا، والدايلاتيشن الموجوده في نهايتها النافيكولار فوسا. البالب يوريثرا جلاند بتفتح في البينايل يوريثرا وليس في الممبرنس يوريثرا. اخر حاجه الجزء ده اللي هو بتاع البروستاتيك يوريثرا. ده الكلام اللي انا بقوله يا اولاد. البري بروستاتيك بتتميز بوجود الانترنال يوريثرا سفنكتر او سفنكتر فازيكي.
الممبرينس يوريثرابتوايز موجود السفنكتر يوريثري اللي هو الاكسترنال يوريثرا سفنكتر والبالب يوريثرا جلاند او الكوبرس جلاند. سبونج يوريثرا بيبقى فيه دايلاتيشن في بدايتها دايلاتيشن في نهايتها للانترابيبلر فوسا والنافيكلر فوسا. اما البروستاتيك يوريثرا ده البوستيرور وول بتاعها عاملينها لوحديها، الاقي فيها كريست اسمه يوريثرال كريست، في المنتصف بتاعه في كولاكيولاس اسمها سيمينال كولاكيولاس بتفتح فيها ثلاثه داكتس، اثنين ايجاكيولاتوري داكت واحده بروستاتيك يوريثرا. ايجاكيولاتوري داكتس مفهومه اللي هي بتجيب السبرم وان سو اون. طب البروستاتيك يوريثرا ده امبريولوجيكال ريمينانس يا ولاد. على جانبي اليوريثرال كريست بلاقي فيه جروف اسمه بروستاتيك ساينس بيستقبل الاوبننج بتاع البروستاتيك جلاندز. يبقى دي اللي هو اجزاء المليوريثرا بري بروستاتيك بروستاتيك ميمبرينس سبونج يوريثرا. البري بروستاتيك فروم 1 اب تو 1.5 سنتيمتر، البروستاتيك 3 سنتيمتر، الميمبرينس 2 سنتيمتر، والسبونج او بنين يوريثرا 15 سنتيمتر. دي اليوريثرا في الفيميل وتس لينث اباوت 4 سنتيمتر 1.5 انشز، وتبقى توتالي امبيدد في الانتيرو وول بتاع الفاجينا. مهمه جدا يا اولاد لان ممكن يحصل لها انجري ديورينج ديليفري الهيد اوف ذا فيتس، يبقى ممكن تعمل انجري ويبقى يحصل فيستولا بتوين اليوريثرا والفاجينا. يبقى اهميه الفيميل يوريثرا في ديليفري، ممكن يحصل انجري لليوريثرا ويحصل فيستولا بتوين اليوريثرا اند فاجينا. ان شورت بقى عندي اتنين سفنكترز موجودين، سفنكتر بتحوط البري بروستاتيك اسمها انترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر فازيكي، وسفنكتر تاني بتحوط الميمبرينس يوريثرا بيطلقوا عليه كلمه اكسترنال يوريثرال سفنكتر او سفنكتر يوريثري. الفرق بينهم كبير قوي. الانترنال يوريثرال سفنكتر سموث ماسل، يعني النيرف سبلاي بتاعها اوتونوميك نيرف سبلاي سيمباثيك، والاكشن بتاعها بريفنت ريتروجريد ايجاكيوليشن، يعني السبيرمز وهي نازله ما ترجعش لليورينري بلاد، وهي علشان كده ويل ديفلوبد في الميل. بينما السفنكتر الثانيه الاكسترنال يوريثرا سفنكتر دي بتحوط الميمبرينس يوريثرا، يعني في الديب برينيال باوتش دي ستريتد ماسل، النيرف سبلاي بتاعها بيودندال نير، بتعمل كنترول لليورينيشنز، وفي ديورنج ماكتوريشن بيحصل لها ريلاكسيشن. زي ما قلت لكم ان الاكشن بتاعي او الواحد ازاي بيعمل فويتنج، ازاي بيعمل يورينيشن، بعمل كونتراكشن مصر ريلاكسيشن للسفنكتر. تعال نحل مع بعضينا while performing avoiding cysto urethrogram، يعني صبغه يعني on a 45 year old man the urology resident was too forceful، يعني كان عنيف شوية. When he inserted the catheter and accidentally damaged the wall of membranous part of urethra. يبقى membranous urethra في deep perineal pouch حصل لها injury. Which of the following structure would most likely traumatize at this location. يبقى إيه اللي حصل له injury في اللي هو مع membranous urethra. إحنا عرفنا membranous urethra related لحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ يبقى نمرة واحد مصل كان اسمها سفنكتر يورثري الاكسترنال يورثرال سفنكتر. اثنين البالبو يورثرال جلاند او الكوبرس جلاند. بس خدوا بالكم ده قال هنا الاوبننج، الاوبننج ما بتفتحش في الممبرينس يورثرا يا ولاد، دي بتفتح في البينايل او سبونج يورثرا. يبقى الاجابه بتاعتي هي سفنكتر يورثري او الاكسترنال يورثرال سفنكتر. 68 year old man complains of pain upon urination. CT and the biopsy provide evidence of enlargement cancerous prostatic gland. Subsequently, undergoes a radical prostatectomy. Postoperatively, he suffered from urinary incontinence because paralysis of external urethral sphincter. ده اللي انا كنت عايز اعرف. لو قال external urethral sphincter يبقى النيرف سبلاي بتاعها يا اولاد كان بيودندال نيرف، خدوا بالكم. لكن لو بيتكلم على internal urethral sphincter يبقى النيرف سبلاي بتاعها كان سمباثيك. كويس، يبقى خدوا بالكم، يبقى احنا بنتكلم على الاكسترنال يوريثرا سفنكتر، يبقى النيرف سبلاي بتاعها هو بيودندال نير. لازم نركز جدا هو عايز ايه في الامتحان مننا. A 15 year old boy admitted to ER 2 days after crashing MRI
في سيفير ايديما اوف ذا بايز سكروتم اند ابدومينال وول اند اكسترابزيشن اوف يورين. خدوا بالكم قاعده، لو انتوا لقيتوا في ميل ولقيتوا ان احنا عندنا في كويس في انجري موجود كويس حصل في اليوريثرا زي ما انتوا شايفين بيتكلم على اجزاء اليوريثرا او يورين بلادر او يورتا، والاكسترافازيشن وصل لغايه الانتيريور ابدومينال وول، لا محاله هي سبونج يوريثرا، لان اليورين هيتكون في السوبرفيشال بيرنيال باوتش وده هيوصل الانتيريور ابدومينال وول. البري بروستاتيك يا اولاد والبروستاتيك يوريثرا كويس ايفن اليورينري بلادر، ده معناها اكيوميليشن اوف يورين ان ذا بيلفيس. اليورتا بعيد جدا عن الموضوع، لكن سبونج يوريثرا يبقى معناها اليورين حصل له اكيوميليشن في السوبرفيشال بيرنيال باوتش وصل لغايه السكروتم والانتيريور ابدومينال وول. عندنا بعد كده الامبريولوجي الديفلوبمنت بتاعنا، زي ما انتم شايفين دي الجات، نهايه الجات كان اسمها كولواكا، والكولواكا دي يا اولاد كان قدامها ممبرين اسمه كولواكا الممبرين، واتاتش ليها ده اسمه الانتويس، اللي انتم شايفين ده الانتويس. ابتدى ديفلوب سيبتم اسمه يورو ريكتال سيبتم، اليورو ريكتال سيبتم ده قسم الكولواكا انتو تو بارت، البارت اللي موجود قدام اسمه بريميتيف يورو جنتال ساينس اللي اتاتش ليه الانتويس، والبارت اللي موجود ورا اسمه انوريكتال كانال، يبقى الكلوكا اتقسمت لجزئين، الجزء اللي قدام كان اسمه بريميتيف يوروجينتال ساينس اتاتش دي الاول الانتويد، والبارت اللي موجود ورا اسمه انوريكتال كانال. كان الكلوكا بتفتح فيها داكت اسمها ميزونيفريك داكت يا اولاد، اللي طالع منها داكت اسمه يوريتريك بات. بعد ما حصل الديفيجن لقيت ان الميزونيفريك داكت بتفتح في بريميتيف يوروجينتال ساينس، يبقى باختصار البريميتيف يوروجينتال ساينس فتحها فيها من قدام الالانتويد لو وصل لغايه الامبليكال كورد، وفتح فيها الميزونيفريك داكت اللي طالع منها برعم اسمه يوريتريك باند. ادي يا اولاد هنا اللي هو البريميتيف يوريجينتال ساينس اتقسمت انتو تو بارتس، البارت الاولاني اسمه فازايكو يوريثرال كانال اللي هو الجزء ده، والبارت اللي تحت ده اسمه ديفينيتيف يوريجينتال ساينس، يبقى البريميتيف يوريجينتال ساينس اتقسمت لجزئين. ايه هم الجزئين يا اولاد؟ الجزء الاولاني اسمه فازايكو يوريثرال كانال، والجزء الثاني اسمه الديفينيتيف يوروجينتال ساينس. ادي الديفينيتيف يوروجينتال ساينس وادي الفازايك يوريثرال كانال، والفازايك يوريثرال كانال يا اولاد كويس اللي هي دي ودي الديفينيتيف يوروجينتال ساينس. الديفينيتيف يوروجينتال ساينس رجعنا قسمناها لجزئين، جزء اسمه بلفيك بارت وجزء اسمه فالك بارت. يبقى انا عندي هنا باختصار دي ادي الفازايك يوريثرال كانال وادي الديفينيتيف يوروجينتال ساينس. الديفينيتيف يوروجينتال ساينس رجعنا قسمناها لجزئين، بارت اسمه بلفيك بارت وبارت اسمه فلك بارت. طب ايه اللي حصل بقى فيها في كل الكلام ده؟ ادي الفوزيك يوريثرال كانال، شايفين يا اولاد؟ ادي الفوزيك يوريثرال كانال. الفوزيك يوريثرال كانال بتعمل لي ايه بقى؟ بتعمل لي كل اليورينري بلاتر، ادي نمره واحد، وبتعمل لي البري بروستاتيك والابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا. يبقى الفوزيك يوريثرال كانال طلعت لي زي ما اسمها فازايكو، يبقى يورينري بلاتر كل اليورين بلادر بس ما عدا الترايكون، وطلعت لي البري بروستاتيك والابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا، لكن في الفيميل بتطلع لي كل اليوريثرا. طب الديفينيتيف يوريجينتال ساينس كان في بلفيك بارت وفيلك بارت، البلفيك بارت بقى بيطلع لي اللور هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا والممبرينس يوريثرا. طب والفيلك بارت اللي هو ده بيطلع لي معظم الاسبونج يوريثرا، معظم الاسبونج يوريثرا ما عدا الحته الصغيره دي بتاعت الجلانس، وبيطلع لي في الفيميل المخرج بتاع اليوريثرا والفاجين اسمها فيستيبيول فاجين. يبقى تاني يبقى الفازايك يوريثرا كانال دي بتطلع لي اهي الفازايك يوريثرا كانال يورينري بلاتا بري بروستاتيك ابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا. طب البلفيك بارت اللور هاف بتاع البروستاتيك يوريثرا وممبريناس يوريثرا. طيب الفيلك بارت ده بيطلع لي كل اللي هو السبونج يوريثرا ما عدا الحته الاخرانيه بتاع الجلاس. طب في الفيميل الفازايك يوريثرا كانال بيطلع لي كل اليوريثرا، والبلفيك بارت بيطلع لي الفيستيبيول بتاع الفشل. هنا يا اولاد لو انا بسرعه ببص على اليورينري بلادر، يبقى اليورينري بلادر زي ما انا قلت حالا ان هي كانت ديفلوبد من الفازايك يوريثرال كانال. الالانتويس اتحول لليجمنت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت، بس خدوا بالكم فاكرين انا قلت لكم ان ده اسمها ميزونيفريك داكت اللي هو الجزء ده. الميزونيفريك داكت بيعمل لي ترايجون of urinary bladder. يبقى اليورين بلادر هي ديفلوب من الفازيك يوريثرا كانال. طب والالانتويس اللي كان اتاتش ليها حصل له ايه؟ الالانتويس ده اتحول ليوريكاس، اليوريكاس دي اتحولت ليجمنت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت. البيز بتاع اليورينري بلادر والابر هاف اوف بروستاتيك يوريثرا كان ديفلوبد من الميزو نفريك داكت.
يعني الترايجون كان ديفلوب من الميزو نفركتا. اليوريثرا يبقى اتفقنا ان البروستاتيك يوريثرا تو بارت، الابر بارت من الفازيك يوريثرال كانال، وكان كمان من الميزو نفركتا. اللور بارت بتاع البروستاتيك والميمبرينس يوريثرا من البلفيك بارت بتاع الديفنت فيرجنتال سايتس. طب البينايل او سبونجي يوريثرا من الفيلك بارت، والترمينال بارت اللي هو موجود عند الجلانز ده يا اولاد يبقى كان ديفلوبد من اللي هو اكتوديرمال انارشن. يبقى تاني اليوريثرا، يبقى أنا عندي اللي هو البروستاتيك يوريثرا ابر هاف ولور هاف. الابر هاف كان ديفلوبد منين؟ كان ديفلوبد من الفازايك يوريثرا كانال ومن الميزو نفرك ده. طب اللور بارت والبلفيك والميمبرينس يوريثرا يبقى من البلفيك بارت بتاع الديفنت فيرجنتال سايت. طب والسبونج يوريثرا من الفيلك بارت بتاع الديفنت فيرجنتال سايت، وتفضل حته صغيره موجوده في الجلانز يا اولاد دي لازم تبقى اكتوديرمال ان اورجن. شايفين اهي الحته الاخرانيه الموجوده في الجلانز دي لازم تبقى اكتوديرمال ان اورجن. ايه الانوماليز الموجودين؟ لو انا عندي اليوريثرال جروف ما قفلش يبقى هنا يا اولاد يبقى هلاقي اليوريثرا فاتحه في الاندر سيرفيس اوف ذا بينس اسمها هايبوسبيتشس. اما لو لقيت ان اللي هو اليوريثرا فتحت في الابر سيرفيس بتاعت البينس يبقى اسمها ابيسبيتياس. يبقى عندي هايبوسبيتياس يبقى اليوريثرا جروف لوبيوسكروتال سوالنج يعني ما قفلتش يبقى اسمها هايبوسبيتياس، فتحت فوق يبقى اسمها ابيسبيتياس. طيب اليوريكاس لو حصل لها لو فضلت موجوده اسمها يوريكال فيستيولا. لو قفلت من فوق وتحت وفضلت في الوسط يبقى سيست. لو الجزء اللي موجود بتاعها فوق بس اللي فضل موجود يبقى ساينس. يبقى اليوريكاس عندي ثلاث احتمالات، هي طبعا لو قفلت خالص يتحول لليجمنت اسمه ميديان امبليكال ليجمنت، بس لو فضلت كلها مفتوحه يبقى فيستولا اسمها يوريكال فيستولا. لو فوق وتحت قفلت وفي الوسط فضلت موجوده في الوسط يبقى يوريكال سيست. لو الابر بارت بتاعها فضل موجود مفتوح يبقى اسمها يوريكال ساينس. عندي اكزيستروفي او اكتوبيا فازايكي. ايه الاكتوبيا فازايكي دي يا اولاد؟ ان الانتيرور ابدومينال وول تحت الليفل بتاع الامبليكاس والانتيرور بتاع البلادر كويس ما اتعملش، فاللي انا شايفه ده الحته بتاعت الترايجون مباشره، يبقى دي حته بتاعت الترايجون. يبقى باختصار يبقى حصل في بروبلم في اللور بارت بتاع الانتيرور ابدومينال وول تحت الليفل بتاع الامبليكاس والانتيرور وول بتاع اليورينري بلادر، فانا اللي انا شايفه البوستيرور وول اسمها اكتوبيا فازايكي وده اسمها غلط لان اليورينري بلادر مش مكانها غلط، او الثاني اسمها اكزيستروفي اوف يورينري بلادر. تعالوا نشوف بسرعه شويه اسئله ام سي كيو. ا فور مانث اولد ميل ادميتد علشان كان في يورين نير اللي هو الانس rather than the tip of the penis. يبقى اليورين تحت، يبقى احنا تحت، يبقى دي معناها hypospadias يا ولاد، فهو راح قايل دي hypospadias. قال لك failure to probable closure of a lipioscrotal fold اسمها urethral fold او lipioscrotal fold. lipioscrotal fold او urethral fold ما قفلوش يا ولاد. a 6 year old boy عنده large intra-abdominal mass just above the lower symphysis pubis. During surgery, the cyst is found attached to the umbilicus with apex of the bladder. Ah, cyst between the umbilicus with apex of the urinary bladder. يبقى انا بجري على يوريكال ايه يا اولاد؟ يوريكال سيست اهو، يوريكال سيست. لو كان كل الفتحه مفتوحه من البلادر لغايه الامبليكس يبقى فيستولا. لو الابر بارت بتاعها ناحيه الامبليكس فاتحه يبقى اسمها ساينس، لكن لو في الوسط هي اللي فاتحه وفوق وتحت قافله يبقى سيست اسمها يوريكال سيست. أيوب إن إحنا كنا فهمنا الكلام ده. إلى لقاء في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.